عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد ودبارة جديدة. كما عودتكم مع بعضنا نعملوا ثلاثة حاجات مختلفة على كل مرة. لليوم اخترت في الطبق الرئيسي ما نساوش عنا فقرة طبق من العالم، هذاك علاش اخترت الطبق الرئيسي نتاعنا بالنسبة لليوم يكون من العراق، وباش نعملوا المقلوبة. المقلوبة أكيد تختلف من بلاصة لأخرى، يعني شوية في التكنيك نتاع التفويح، هذيك هي معاها باش نعملوا ديكورني سالي، حاجه ياسر سهله هكاك مالحه مختلفه. زاده نبعد شويه على الباركيت والبيتزا والبريك، الحاجات اللي متعودين بهم. وباش نعملوا في الدسير نتاعنا دقله في السفسيري، انا متاكده برشا باش تستغربوا من التسميه، اما كي باش تشوفوا النتيجه باش تعرفوها وتقولوا اي هذي احنا نحبوها ونحبوها مع كويس تي، وهاي الطريقه نتاعها طلعت ياسر سهله، خلينا نطبقوها. احنا اول حاجه باش نبداو بها دبارتنا لليوم هما لي كورني سالي. المكونات نشوفوهم مع بعضنا شويه اخر، اما انا باش نحكي لكم شويه على مكون من المكونات اللي هو الخبز الشرقي. بالنسبه للخبز الشرقي هو اللي باش ينجح لنا الوصفه هذه، اما احنا كيما تعرفوا عندنا برشا انواع خبز نتاعنا احنا التوانسه، منهم الطابونه، شكون ما يحبهاش. شقالكم كان نمشيو ونشوفوا طريقه اعدادها، ومن بعد تكون مريم بحذنا تعطينا رايها في الطابونه نجمو ناكلوها ولا الكونتيتي لازمها تكون نتحكموا فيها معناتها. وهكيكا نبداو دبارتنا وهي بحذنا. من الحاجات اللي تعودنا بها واللي اجباريه وتعودنا بها دائما هي خبز طابونه. في رمضان لازم خبز طابونه. معنا سميد مش نعجنوه، حضرنا السميد، حضرنا الفواحات نتاعو، اللي فيها بسباس وجلجلان وصينوج و... حطوا شوية ملح، حطوا مغارتين سمن، حطوا الخميرة، ونحطوا الزيت، قد ما يكون زيته خير قد ما يجي خبزه أطري ونظيف. وزيت زيتونة، رانا ما نستعملوش زيت لخ، كان زيت زيتونة. نخلطوا السميد بالفحات وبالخميره والزيت، وبعد نصبوا له ماء دافي. نخلطوا مع بعض السميد والماء، واللي فيه شوية زيت وفيه الفحات، فيه شوية ملح، فيه شوية سكر، فيه مغرفتين سمن باش يجي خبز طري وسمح. توا عجناها لميناها في بعضها، نخليها نغطيوها بالميلون باش تخمر تاع سويعة سويعة ونص، نلصقوا في الطابون وتاكلوا بالشفاء. مريم مرحبا بك. اهلا بك صابرين، اهلا بالمشاهدين الكل. والله الحمد لله. شو عامل فيك الصيام؟ صافا صافا الحمد لله. الحمد لله. باهي مريم، انا باش نعطي المشاهدين نتاعنا المكونات نتاع لي كورني هذوما، ومن بعد نرجعوا للطابونه اللي كنا نتفرجوا فيها. بالنسبه للمكونات كما قاعدين تشوفوا واضحين امامكم على الشاشه، عندنا لهنا حاجتنا بالخبز، حاجتنا بالحم المفروم يكون مخلط معها بصل ومعدنوس، ملح فلفل اكحل، وحاشنا بشويه جبن. وتبعوا الطريقه نتاع اعداد لي كورني هذوما،
وانت مريم بحذنا تعطينا رايك في الطابونه كيف كيف لي كورنيس اللي هذوما اللي اول حاجه باش نبداو بهم دبارتنا لليوم. نحكيو على لي كورني قبل ولا تحب نحكيو على الطابونه؟ نبداو بالطابونه. ولا الطابونه نتاعنا الزمنيه معناتها نحن نحكيو عليها خاطر توليت فم برشا انواع واشكال ويقولوا لي معناتها يقول كي تجي باش تاخذها يقول لك هذه طابونه وكل شيء، دونك احنا ماذا بينا نحكيو على الطابونه اللي كيما في الفتيار وكل شيء اللي معناتها الزمنيه والكل تقعد ديما انا نراها خير ما كان الخبز اللي مبسس، خبز الزيتون، خبز اللي خاطر تبارك الله فاريتي كبيره توا سور لو مارشي معناتها تمشي باغتو ساعه اباغ لي باتيسري باغتو وين تمشي تشم ريحه الخبز وتلقى برشا انواع خبز، دونك ردوا بالنا ديجا راهو معناتها كلهم فيهم برشا دهون توسكي كالبان بريوشي كالخبز اللي مبسس والكل فيهم برشا دهون تلقى فيهم زاد ساعات برشا ملح سيرتو خبز الزيتون وكل تقعد ديما طابونه نقولوا احنا اخف وخير وكل، اما زيدا راهو مش خاطر انا قلت طابونه خير نوليو ناخذوا منها كميات كبيره، راهو كيما قلت انا قبل راهو معناتها زايده كصف قدام لي باتيسخي والكاسبياج نتاع الخبز بور ريان، معناتها ما ناخذوا كان فريمون اون كا دو بوزوان، زايد باش ناخذوا كميه كبيره ساعات تواتي نهارين ثلاثه ما سحقوش الخبز جمله، ماهوش اوبليغاتوارمون، راهو نهار اللي عندنا البرغل، نهار اللي عندنا الروز، نهار اللي عندنا مثلا حاجات حتى كيما هكايا اللي انت لي كورني تاع فيهم، ديجا معناتها الباز نتاعهم مصنوعين بالبان الليباني. فوالا. دونك فما ساعات فما دو روسيت اللي ما تستحقوا جمله باش ناكلوا الخبز، ما نتسرعوش لحكايه الخبز، تقعد ديما طابونه بيان سور خير هي والخبز الكامل والخبز القمح والشعير والنخاله والكل. خير برشا من انواع الخبز اللي موجودين توا على خاطر ياسر كيما قلت لنا فيهم نسبه كبيره من الملح، فيهم برشا دهون ومصنوعين معناتها كيما نقولوا احنا بالفرينه البيضاء، دونك ما يشبعوش برشا، ينجموا يعطشونا كي يبداو مالحين زاد ياسر ويقلقونا حتى في الفتره نتاع الصيام نتاعنا. هو احنا كتوينسه عندنا صنعات نقولوا نحبوا خبز سخون، يقول لك ما تعاش نجم نشتيه مع الشوربه مثلا، اللي هي من الاحسن شوربه نخليوها حاجه خفيفه ما غير ما نزيدوها الخبز. برشا ناس يمشيوا الفكرة انهم يشريوا الخبز حتى للشوربه مش بالضروره بلد. عندهم ماكله تستحقوا معناتها. وهي ديجا الشوربه معناتها كيما احنا عملنا بامال دو روسيت وحكينا قبل على الشوربه والكل، راهو كي نحطوا فيها الخضره، نحطوا فيها الدبابش، نحطوا مثلا فيها شوربه شعير، نعملوا شوربه العدس، الحليل، الحاجات هذوما الكل نتاعنا ديجا فيهم معناتها البات. ديجا معناتها ما تستحقش باش تزيد تعدي بالخبز وكل، شوربه هكاكا وتزيد معاها مثلا برغل ولا كسكسي ما فماش علاش نخمو فيه الخبز جمله، بربي ايسيي هكا الصف هذاك معناتها ايفيتي كصفوف على الخبز واختاروا كما قلت انا معناتها نوعيه بيا، وحتى كي بيت الخبز راهو عمليه الهضم نتاعو تكون خير كي ناكلوه بيت خير من الخبز الجديد، دونك بارك الله 30 يوم نجمو نعملوا فيهم الحلويات اللي نحبوا عليهم، نجمو نعملوا فيهم دي روسيت تبارك الله معاك انت 30 معناتها روسيت نتاع بلا برانسيبال 30 روسيت نتاع معناتها ان ديسير حاجه حلوه بوندون لا سواري، ديجا هذوما الكل تبارك الله معناتها نجموا ان شاء الله نخلطوا يا ربي وان شاء الله العباد تبدا في معناتها قدرتها باش يصنفوا ويقدوا حاجات كيما هكا. راني نتفرج في لي كورني يشهيوا لا فورم ولا الحشوه نتاعهم. دونك احنا حطينا ملحم المفروم توا نحاولوا نلفوها بشويه قد ما نجموا، نلقاو فرصه باش نحطوا معدنوس وكسب ناخ مع اللحم مفروم ولا الاسكالوب ولا عندي اخترت مثلا اللحم مفروم ديما انا راني يلا غالب نخمم فك التونسي معناتها قول القدير وقدره معناتها دجاج ولا اسكالوب معناتها نعرف المطعم ماهوش باش يجي كيف كيف، مي ما يسالش راهو يجي ينجم يجي حتى اخف فهمت، وكتوش نتاع المعدنوس عندها قيمه كبيره دايوغ انا اي حاجه نقول طاجين ولا حاجه تذوم الشيخين والكل حاولوا قد ما نجموا نحطوا معدنوس ولا سبنيخ دايوغ معناتها باش نوليو كي نحطوا المعدنوس ولا سبنيخ نقصوا شويه ماك الحم وماك البروتيين ونحطوا هذاك نو سولمون منفعه وقيمه غذائيه وفيهم الياف وكل شيء وزيد زاده نقصوا شويه من كميه البروتينات. صحيح هذايا بالنسبه للنصائح نتاعك، بالنسبه للتشخشيخ تبعوني انا ما تبعوش يعني نغزر غرويير انت نورمال تحطو هو بيان سور الغرويير والكل باش يعطي مطعم اخر وباش يعطي حتى المنظر من بعد كي باش تتاكل ولا تتقص ولا حاجه بيان سور ماهوش كيما الاجبان الاخرى،
نذكروا ديما صابرين العبيد اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، ما يجموش ياخذوا الكغيير معناتها ديما، ولازم حتى كان باش ياخذوا اوكازيونيلمون. مي انا ننصحهم عندهم الريكوتا، عندهم موزاريلا، جبن هكا سيسيليان ولا سرديني سونسيل، نجموا زادا نعوضوا به معناتها نعملوا غابي نحطوه زادا حتى راهو هو يعطي منظر باهي وبنين. باش نشهيوهم شويه هكا باش ما نحايلوش مع العبيد العاديه، هما زاد عبيد عاديين، وحتى اللي عنده مرض مزمن راهو سي با لا فان دو موند، جوست يلزم يعرف كيفاش يتعايش مع المرض نتاعو، يعمل حاجات هيلثي حاجات اكيليبغي. في عود اللحم كان قبل بنهار ديجا خذاه، واللحم بقري ولا علوش يجمع له اسكالوب ولا دجاج ويبدلوه بالموتزاريلا الفرماج، حتى الموتزاريلا زاد به برشا. انت باش تفرح به من بعد في الطبق الرئيسي، نخليه لك مفاجاه ما نفجعكش من تو. كيفاش تشوف قاعده في المكونات غادي تراه؟ قول لي هاني نشوف ليه بتنجيل تبارك الله، والقراع والبطاطا شنو، بطاطا تعوض راي الخبز معناتها، والعجين والمقرونه والكسكسي والكل، بتنجيل والقراع شخص كان العبيد الكل يسنسوا حتى صغيراتهم بهم، دونك حاجه باهيه برشا فيهم بوكو دو فيرتو. الخضره اون جينيرال معناتها قد ما ننوعوا فيها قد ما تبدا موجوده سيرتو في الشهر الفضيل هذايا، قد ما يكون المنفعه خير، خاطر زاده كان باش نصوموا كسوايع الكل ومن بعد مقلي برشا ولا طبلبيز والا حاجات ماهمش اكيليبغي ما عملنا حتى شيء، خاطر هو راهو الشهر الصيام هذايا نتاع رمضان راهو معناتها مجعول، وحتى صحيا راهو العبيد اللي تاكل ماكله متوازنه تنجم تضعاف، تنجم تنظف معناتها الامعاء نتاعها، ترتح شويه القلب نتاعها، ترتح شويه الكلاوي، دونك يفو بونسي هكا دون سو سونس، كي باش نصوموا رانا باش معناتها المنفعه للبدن كامل، اما اون ميم طون لازمنا نعرفوا شنو ناكلوا. هذاك الخبز اللي باني صابرين انت تعمل به نجمو، فما موجود زاد الخبز الكامل. أيش. انت اخترت العادي، مي العبيد اللي معناتها في حميه غذائيه ومعناتها ديما الاخصائيه بتاع التغذيه ولا طبيبك المباشر يقول لك ماذا بيك خذ الخبز الكامل، راه فما زاد موجود معناتها بان ليباني كومبلي. هنا نراها غوسيت فاسيل الحقيقه، سهله هي ما فيها حتى شيء، وكما قلت انت مش بالضروره راهو اللحم مفروم، ينجم يكون الدجاج مفروم بلا. ينجم زيد مثلا نعملوا خضره سوتين نذبلوها بالقدا على الاخر على الاخر، يعني لين تولي عبارتها شويه تولي كريم معناتها، نقصوها طروف صغار ونعملوا لي كورني نتاعنا اللي يحب معناتها حاجه كيما كل واحد وشنو هو الجول يحب بالضبط. دونك نكملوا هكايا، انا توا بعد ما خليتك تشوف الخضره وتستمتع بها نحب نعمل لك راهي مقليه. ساعة سيغتو البتنجيل الوغ لا معناتها انا جو سوي كونتخ جمله تقلي، فهمت؟ دونك قول لنا ساعة انت شنو باش نعملوا مقلوبه. فوالا دونك المكونات من بعد تشوفوهم مع بعضنا. المقلوبه كما تعرف فيها خضره، اما المشكله نتاعها كما قلت مقليه، لكن راهو تنجم تكون طايبه، جوست الجو يكون مختلف على المقلي. لا هو يجي نقول لك البطاطا تو كيما انت قاسيت الفورم هذيك والكل، راهي تجي في الفور، تجي فك معناتها تنجم تجي في الفور وتجي بدينا زاد بالكدي هكا، ولا صابرين عاد انت اكثر وحده مغرومه راك بالهيلثي والكل. دونك اعطينا لافي نتاعك على الغوسيت هذي. البيتنجيل معناتها زاد في الفور والقرع معناتها بالحق يفو ليسيي معناتها مره ومرتين باش نشوفوا اسكو يجينا بنين ولا ما، والله يجي بنين. وسنسوا رواحكم، سنسوا رواحكم، فوحوا بالكدا، حطوا في الفوخ معناتها حطوا الفاحات نتاعنا افيك معناتها اون كويير نتاع زيت زيتون على الكل مع بعضه، وتحطوا بيان ايتالي في الفوخ يخرج راهو بالكدا، فهمت؟ دونك واحنا وكان نعطيو الوصفه الاصليه، وانت اكيد تجيب حدنا لهنا نجتهدوا شوي باش تعطينا الافكار البديله للناس اللي تحب تتلهي بصحتها، وكما قلت هي مش بالضروره العباد اللي تحب تضعف معناتها، خاصه المقلي نبعدوا عليه، غير وكان نعطيو احنا الوصفه الاصليه بالطبيعه. هو حتى العادي الانسان العادي صابرين جينيرالمون في رمضان ثم شويه قلق، بون سورتو حكايه القبض للعباد اللي ما تحركش برشا، اللي ناقصه ماكلتها خضره، اللي ماهيش قاعده تاخذ معناتها بزيت خضره وغلا ما تحركش ياسر، ماهيش قاعده تشرب كليترة ونص ماء، فما شويه مشاكل القبض. اباغ هذاك الكل احنا ننصحوا في سير الايام ولا في رمضان قد ما نبعدوا على المقلي، قد ما نلقاو لوكازيون باش نبدلوه بحاجه في الفور معناتها ولا مشويه، قد ما يكون خير وانفع لينا نحنا. معناتها نجم ناخذ كميه كبيره من لوبيرجين كي يبدا في الفور مش كيما باش يبدا مقلي.
فهمت؟ دونك انا ننصحكم جربوا جربوا في الفوغرا، ومش مرة الأولانية ساعات ما يجيكش غيوسي، ساعات المطعم ما يعجبكش، مي تبارك الله عندنا برشا فحات نجموا نفوحوا بهم هكا ولا. دونك انا معناتها باغ اكسبيريونس القرا، انا بيرسونيلمون ولدي يحبوا في الفوغ، معناتها كي يبدا هكا يراه مثلا هكا صغير ساعات يبداو انفيتي ولا حاجه مقلي ما ياكلوش، هكا يبدا كروستيون شويه في الفوغ، يبدا كشيح كيف كيف لوبيرجين، خير برشا من اللي يبدا ان بيبي هكاك بالزيت. وصحتنا بيان سور، انا ننصح فيكم على صحتكم بيان سور. باهي مريم، احلى توا هذوما باش نحطوهم في الفور ونرجعوا نكملوا المقلوبه. احنا بريسك حضرنا شويه حاجات فيها هكاك تعاوننا، حتى اللي مثلا يخدموا ينجموا يحضروا المكونات نتاعها قبل شقان الفطر يكملوه. فوالا، دونك مش تحط حتى شيء فوقه، مش خليهم في الفور. اللي يحب ينجم يزيد زيت، اما انا مش خليهم كما هما معناتها اي ناتشورا. تعطيني الزيت من بحذاك. هذه تفضل. وتوا هي علاش تسمى مقلوبه؟ هي على خاطر اللي باش يبدا في القاع نتاع الطنجره هو اللي باش يولي الوجه نتاع البلا من بعد كي تطيب. نخليه الزيت ونبداو عادة احنا توا خلينا نتعلموا كلنا معك. المكونات باش تكون واضحة أمامكم على الشاشة، ما ننساوش الشيء هذايا، كل وصفة مع بعضنا نشوفوا مكوناتها. وعندنا أنا اخترت نعملوها بالدجاج، فما اللي يعملوها باللحم، اخترت الدجاج مادام عندنا لي كورني لحم مفروم أهوكا فوالا أخف. سيغ أن بو ليكيليبغي، يعطيك الصحة صابرين. يا صابرين نحسك قريب باش تولي اكسبيرت في حكايه ليكيليبر وحكايه حاجه اليجي هكا، سورتو للعباد اللي بون، وحتى العباد العاديه انا ديما ننصح قد ما نخفوا قد ما خير. والشاوي نتاعنا تبارك الله معناتها ما يوفاوش، احنا ما يوفاوش. باهي، حاجه واحده باش نحطها وهي نيه هو البصل. من بعد باش نمشيو للبطاطا، باش تكون هي القاعدة اللوطانية. دونك هذاك علاش يلزم في الفور؟ الجماعة اللي عملوها الغسيل باش يتغشوا علي، على خاطر ديجا اغزل باش تعاود تتحط في الزيت، معناتها هي ديجا ان بيبي بالزيت مقلية. شيخة شيخة زيت، شيخة اي هي تجي مشخشخة. مي هاكا احنا بوغ اليجي يعني قلت لكم حطوا في الفور وتجي بنينة، راهو يفوسي الفور. برشا عبيد ما يعرفوش كيفاش يفوحوها الحاجه باش يحطوها في الفور، ولا هي في الفور لازم شويه وصعبين لنتيب اكاهو معناتها الباقي كل مريقل. بيان سور، هي دايوغ صابرين الخضره والا البطاطا كي تتقص معناتها جويده شويه في صافي صاطيب. فور بيبدا بالكدا بيان سور من الفوق واللوطه تحل عليه. دونك حتى لصغيراتكم راهو تنجموا تغرموهم بالبطاطا تقدوها في الفور وتجي بنينه، وما عادش يلوجوا على معناتها البطاطا المقليه، خاطر هما الصغار يسوفي بدو يكبروا شويه يتغرموا، يحبوا ديما دي فخيت وكل شيء. اما لي البوم دو تيغ راهي معناتها تتاكل باش كان دي فخيت، نوريهم اللي نجموا تنجح. اي فوالا، حتى كان لي بارون ما يحبوش في الفوخ ولا ما ياكلوش القاع في الفوخ ولا البيت الجيب، ما يسالش اعملوا الفوخ على خاطر وليداتكم وبالكش انتم بيتكم تعجبكم. نحطوا القراع هكايا، ماذا بينا القراع الاخضر. هي هذه من اكثر لي غوسيت اللي نجموا يكونوا في فيرسيون صحيه و بيان سور جوست هاكا. احنا كالعاده نقول لكم نعطيو الفيرسيون الصحيحه، واحنا مريم اكيد تعطيكم كيفاش نجموا نبدلوها. نجتهدوا شويه، نعرف اللي هي الغوسيت تجي كانها كيكه مقليه، مي احنا لازمنا شويه اجتهاد. باهي توا احنا باش نحطوا الروز. انا توا باش نتغش الروز والبطاطا ما يجيوش. اما ها قلت انت رسيت هكاك لازم نجمو نقصوا شويه بتدخ من البطاطا، معناتها نعملوا اكيليبر ما بين الروز والبطاطا قبل الروز. مش برشا روز وبرشا دجاج. دجاج طيب شويه زيادة كيف كيف. هاك خذيت بخاطرك وبدلت اللحم بالدجاج. عايش كي خذت بخاطرك يا صابري، لاني قلت لك انت وليت عرفتني.
نهار اللي انا ما نجيش هكا تاخذ راحتك. الحقيقه مش برشا. هذا الدجاج حطيناه، طيب باش نحطوا شويه من الروز، الروز شطر طيب. واللي ما عندوش روز مثلا؟ اللي ما عندوش روز برغل الحقيقه. نجموا نبدلوا، يولي انفع واكثر يقنع ويشبعنا. تذكروا اللي البرغل فيه برشا الياف، دونك نتصور بوان دو فيو معناتها شبع وكل يشبع اكثر. اهم حاجه انه نستويوها الطبقات الكل بالكدا، خاطر حاجتنا بالشكل هذاك اللي يخرج من بعد كي تطيب. توا باش نكملوا البطاطا. معناتها البطاطا مش مصايبينها. الخضره هذه كل ماناش مصايبينها الحقيقه توا. اي ما نجمو الكوش الفوقاني نعملو كان قرع وباذنجان. هو راهو الخضره. اللي يتغشوا علينا اللي عملوها الرسيم. هو بالنسبه للخضره راهو كل واحد يحط الخضره اللي يحب عليها. يحطوا زاده حتى الشوفلور بالعربي. البروكلو. البروكلو الابيض. البروكلو فوالا. البروكلو يصمتوه ويقليوه ومن بعد يزيدوا يحطوه. اما الباقي يقليوه. اللي هو كل شيء على المقليه. هو انا ما حبيتش نرجعك برشا، راهو الدجاج يقليوه زاده معناتها. زاده؟ اي احنا عملنا فيرسيون تاعنا احنا صمتناه الدجاج، هما معناتها يصمتوا خاطر من بعديك يختاروا انهم الاكثريه يمرقوا بالمرق الصمتة ومن بعد يحطوه. شفت احنا هيك العمليه نتاع انه نقليوه، هما يعملوها اما في زيت غارق، عبارته التقليه معناتها. بيان سور. لا انا كيك عاده جو لو جوج الحقيقه ان بلا تري غرا. هنا كبلا كيما هو مع التغسيط الاصليه في برشا دهون، اما احنا هاكا حاولنا نبدلوا. انا بيرسونيلمون ننصحكم باش تحطوا الفوق في اوفور معناتها الخضره باش تنقصوا الماكسيموم، والعباد اللي ما قادش روز ولا حاجه تنجم تبدل كيما قال صابرين برغل متوسط مش جويت بيان سور. اي اكيد من الاحسن خشين زاده. خشين ولا بعد نعملوا نفس الحكايه معناتها لي كوش كيما قالت هي مستوين على الاخر. نتصور من بعد لا بريزونطاسيون باش تكون حلوه. ان شاء الله البريزونطاسيون تنسيك في المخ اللي فيه. والبريكه انا نحب نذكر شويه، البريكه راهو معناتها ماهيش اوبليغاتوارمون كل يوم، نجمو نبدلو برشا حاجات اخرين. هاك انت ديجا كل مره تعملنا غوسيت خفيفه وبنينه وتنجم تنسينا في البريكه، فهمت؟ العباد اللي فريمون 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 ما ينجموش يبعدوا عليها البريكه راهو مش لازم ديما مقليه، راهو تجي في الفور زاده باهيه. معناتها حتى من الاولانيه ما جاتش ما نجحتش تنجم تنجح لك من بعد، سيرتو نهارتها تاكلوا بزيت سلايت وخضره تبدا موجوده كيما احنا تبارك الله لي بلان تاعنا الكل دو ريزيستونس ولا حتى الحاجات شايحين نحطوا فيهم الخضره والكل، دونك ماهوش مشكله. اما العباد اللي كل يوم كل يوم هذيك بالحق تولي مشكله كبيره. سنسر احنا راهي كيستيون دابيتود، حتى كان احنا صافي دي زاني ناكلوا كل يوم البريكه اللي غران طون معناتها كي تسمعوا فينا وتتبعوا فينا. اما نحبكمش عاده تاكلوني على خاطر قلت لي البريكه. لا عاده المصلحه قبل. او اعطيناهم بامال دو غوسيت بنين برشا صابرين هكا ولا؟ اي دونك احنا تو قاعدين نحضروا في المرق اللي باش نمرقوا به ونفوحوا به. صوص باش تعملها خفيفه. شويه طماطم خاطر علاش انا قلت عراقيه وتفرق انها حمراء تجي مطمطمه شويه. سينام كان بلاصه اخرى تجي زهره. يعملوها زهره ولا بيضه؟ دكا. حطينا صحن لهنا كان ريتو انت الصحن هذاك. وتوا معناتها الصوص باش تطيب فوقه هكاكا. باش نصبوا الصوص. الصحن هذايا جوست باش نخليها ديما مكبوسه معناها. انا بيجي كيفكم راني توا قاعده نتعلم فيها. نسمع بها برشا ونعرف اللي هي زاده مشخشخه ياسر مقليه كما قلت انت كل شيء اللحم يبدا معناتها بالزيت برشا والكل نعرف معناتها نعرف لي ستان بلا غا هكا وكل. اما توا هاني شفتها بالكدا. زدت اكدت من المعلومه توا. اي باش نخليوها توا تطيب. واش قولك؟ نحيو هذي اللي قدامنا الكل ونرجعوا لهم نكملوا الدقله في السفسيريه. تعرف الدقله في السفسيريه؟
ما نعرفش. متأكدة اللي انت باش تطلع تعرفها شوية. الاسم يمكن ما نعرفوش، أما ظاهرين من لي زانغغيديون اللي قدامي سيغمون باش نعرفها. أنا متأكدة بشوية خير باش تطلع تعرفها. دونك احنا نلموا الفازات اللي كانوا حاضرين لهنا، الفازات قلت المكونات اللي كانوا حاضرين لهنا للكورني سالي، ونرجعوا باش نكملوا الدقلة نتاعنا. مريم توا باش نكملوا الدقله في السفساري اللي انا قلت لك متاكده باش تطلع تعرفها. المكونات باش تكون واضحه امامكم على الشاشه كالعاده، لكل وصفه انا اخترت نعملها باللوز الاحمر المرحي. دونك باش نحطوا احنا توا اللوز، وعندنا بوغ دوموند زاده يعني اللي هي زبده اللوز، زبده نتاع اللوز باش نحطوا مغرفه. هو الحقيقه تجي فيها بخاليني، احنا قلنا نبدلوها شوي. هي الحقيقة تجي نوازيت بخاليني وتطرحها وبعد باش نحطوا الفخت هذاك في وسط الدقلة، وبعد باش نلفوها في الملصوقة. تحس روحك كليتها الحاجة هذيا قبل ولا؟ اي ذولي نصور ذقتها، اما انا الحقيقة باش نصنعها لي، انا ديما راني ننصع بالدقلة ناتور، مي انت باش تعملها كم معناتها حاجة كيما نقولوا احنا باتيسخي للسهرية، ولا العبد يجيك شي، ولا معناتها حاجة حلوة باش ياخذها في الصارية. بيان سور هذيا نقولوا احنا أخف وخير برشا من اللي باش ناخذوا حاجات معناتها حاضرة حاضرة بالطبيعة، خاطر فيها برشا سكر، الدهون اللي مصنوعة بها ما نعرفوش شنو، ساعات تبدا مقلية، ساعات تبدا ياسر فيها شحور. دونك هنا معناتها تقعد ديما الدقلة فيها منفعة كبيرة، فيها قيمة غذائية كبيرة. انا ما غير معناتها ديما نقول وقت قد فطر الدقله حطوها ناتور، بربي سي ما تعملوش هكا الفاخ الشاميه والزبده. سورتو الشاميه والزبده، انا هاني تو زدتهم الكراميل المكونات ما تاشي خمه. لا كي تقول لي نحط فيها اللوز معناتها، ولا تحط فيها بيستاش، ولا تحط فيها جلجلين، اغزر ديما نرجع للجلجلين. نحبوا الجلجلين على خاطر نقول على قيله توينسا تقدر عليه شويه، وكل خاطر الحقيقه المكسرات الاسعار نتاعها معناتها برشا. احنا ناخذوا ديما كميات صغيره صابرين، معناتها راه مش باش يشبع واحد، راه جوست ذويقه. توسكي حاجات هذوما سكري دي روسيت سكري نعملهم ديما راهم تاع قلل ودلل، مانيش باش ناخذوا كميات كبيره. دونك كي تبدا انا معناتها فارسي بالمكسرات ما فماش مشكله، مي كيما قلت الزبده والشاميه تولي ياسر، فهمت؟ سورتو العباد اللي تعاني من شحم في الدم، شحم في الدم نذكر راهو يجي مش كان من حاجات اللي فيها ياسر دهون اللي نشوفوهم، معناتها خاطر برشا عباد يقول لك انا عرفت روحي عندي شحم في الدم، دونك جي ايفيتي الحقيقه توسكي غا وكالحم علوش وكالمقلي وكالكل. مي انا نقول لكم راه ردوا بالكم توسكي معناتها سكري اللي في الشارع الكل، لي بواسون سكري الكل، لي بواسون غازوز، العصائر كالمعلبه الكل، اي زيدا كالليكسي نتاع الغله، والا الشريحه، والا بتاكل برشا زبيب، تاخذ برشا دقله. ما قرا حسين احنا دقله ديما اتاب ان شاء الله يا ربي تتوفر للتوانسه الكل. هذيك اول حاجه باش نشق عليها فطرنا على خاطر تعمل لنا اعتدال في نسبه السكر في الدم، خاطر تحب ولا تكره صابرين هكا سوايع الصيام الكل، حتى العباد العاديه راهو قبل شقان الفطر بشويه باش يصير هبوط شويه سكر في الدم. بيان سور هبوط عادي ماهوش معناتها مرضي ولا حاجه ولا مسيام، قد ما تبدا ناتور قد ما تبدا خير، خاطر الدقله كي تبدا بالزبده والا بالشاميه تنجم الها غاف مشكله الشحم في الدم والكل. كيف كيف الغله زاده كي باش ناخذوا ما نعملوش ميلونج نتاع برشا غله، ولا ناخذوا برشا قطعات من الغله. والعباد اللي تعاني مادام حالينا لانتيرفال نتاع الشحم في الدم، راهو حتى العصير كي نعملوه في الدار في السواغي، خاطر تكفر ياسر لي جو معناتها نقلقوا شويه. يقول لك نربي روحي على هو الماء ما يعوضوا حتى الجوع. انا نقول الماء هو السائل الوحيد ضروري للجسم. ماء العباد اللي تعاني من مرض السكري والعباد اللي عندهم شحم في الدم يبعدوا على حكايه لي جو اللي يعملوا في الدار. علاش؟ على خاطر الكيس هذيك نتاع الجو على قليله فيه ثلاثه كعبات غله. ساعات نزيدوا فيه هما يزيدوا اضافات في مكسرات، يزيدوا حاجات معناتها دي زوبسيون نقولوا احنا اخرين صابرين، دونك يولي ياسر فيه حريرات، وهو زاد يجم يتسبب معناتها في ارتفاع زاد شحام في الدم. دونك هاكا اون فوا بوغ توت راهو شحام في الدم معناتها حتى من الاكسي نتاع السكريات. ردوا بالنا الاعتدال ثم الاعتدال في الكميات نتاع السكر. واضح مريم. احنا لهنا توا ريت خلينا الفاخس في كعبه الدقله، توا باش نوريو المشاهدين نتاعنا بقيه المراحل، هذوما خليهم بحذاك. هي ديجا حكايه تشهي صابري. اي توا احنا باش ناخذوا الملصوقه نتاعنا، ها
وباش ناخذوا كعبه الدقله باش نجيو ونسكروا من هنا ومن هنا وباش نلفوها. بديت تحس روحك كليت الحاجه هذيا ولا قبل؟ هيك حاجه حلوه بنينه في ميزون، ومهما يكون معناتها تقول انا معناتها فيها قيمه غذائيه على خاطر الدقله معناتها حاجه هايله برشا الحقيقه. اوكي نجموا راهو معناتها حتى اللي عنده مرض السكري ولا يخاف من زياده في ميزان السمنه، مع القهيوه تبدا سون سكر والا التاي نتاعو ولا تيزان سون سكر يجم ياخذ اون بيس. بالضبط. دونك مريم انا باش نكمل نلف كعيبات الدقله نتاعنا في الملسوقه، ندهنوهم بطريف زبده ونحطوهم في الفور جوست تتحمر وقت الملسوقه ونخرجوهم، خاطر الورقه ما فيهاش روح ديجا ما يتحلوش. لا لا احنا باش كي باش نحطوها توا باش نحطوها من الجهه هذيا. دونك جاوها به مش لازم لا شحورات لا شاي عاده. لا لا عاده هكا لا تبارك الله صابرين معناتها نحسك معناتها ديما انا كي باش نعمل هكا اون كريتيك للغوسيت وكل نلقاك ديجا قاريه حسابك وعارفه. حاضره ولا لي على خاطر ايجا نقول لك بامال دو غوسيت لبرا نو سولمون تبدا الفخس سكري وتبدا من برا مشحره وتبدا فيها معناتها مكسرات وكل شيء، دونك تولي الحقيقه ياسر صحيح ما عادش حتى اون بيس تولي بالسماح مش لازم. باكونتخ هكايا معناتها نجموا حتى مسيو تو الموند ولا صغيراتنا للغوتي زاد ديما نرجع نجموا نخليوهم لهم معناتها هذوما لي غوسيت اللي نعملوهم احنا الحقيقه للصغيرة فالابل الصغار للغوتي نتاعهم العكس معناتها منفعة فيها. احنا طب باش نكملوا نلفوا الدقلة في ورقة الملسوقة نحمروهم في الفور ونرجعوا مع بعضنا نشوفوا أطباقنا في شكلهم النهائي. تبارتنا اليوم ياسر سهلة ما تاخوش برشا وقت، لي كورنيسا لي فيسع فيسع هكريت الدقلة زادة تحضر فيسع جست المقلوبة يكفي نحضروا المكونات نتاعها باش تجينا سهلة. أما بالطبيعة إذا نبداو من الأول فيها يحب لنا شوية وقت، ما تقليت الخضرة ماذا بينا إذا اللي يحبها صحية أكثر يطيبها في الفور. عطيتهم أسوس باش يحضروا ديجا من قبل. فوالا يطيبوها في الفور، يطيبوا يصمتوا الدجاج شوية ولا اللحم ولا أي بروتيين باش يستعملوه، ولا اللحم مفروم ما فيهش روح كيما الكيكة. وفي ساعة تحضر الكيكة للنساء خاصة اللي يخدموا ويحبوا يصنفوا ويدلوا عائلاتهم. حاجة بنينة وفي منو فكرة لليوم. دونك احنا نكملوا كعيبات الدقله ونرجعوا باش نشوفوا اطباقنا في شكلهم النهائي. حضره تبارتنا بالنسبه لليوم كما قاعدين تشوفوا عملنا مع بعضنا مقلوبه بالخضره والدجاج، قلنا عملناه على الطريقه العراقيه تفرق شويه في التفويح ويكون الروز مستحمر موش ابيض والا ازعر. عملنا زاده ديكورني سالين بدلوا شويه من البريك الباركيت والطاجين اللي احنا متعودين بهم، حطينا الفخس نتاعهم لحم مفروم وجبن، واكيد كالعاده عندنا حويجه حلوه للسهريه عملنا دقله في السفسيري. قلت لكم انا متاكده الاسم باش يجيكم غريب شويه، اما كي باش تشوفوهم باش تقولوا هذوما كليناهم قبل، ووريتكم قداش الطريقه نتاعهم ياسر سهله ما فيها حتى شيء. انا اخترت نحط اليوم بودر نتاع لوز، نجموا نتوما نوازيت ولا لوز ابيض اي حاجه نتوما تحبوا عليها، ومن بعد نلفوها في ورقه الملسوقه ندهنوها بطرايف زبده نحمروهم في الفور، وما ننساوش رشة السكر المحور في الاخر. هكايا دبرتنا حضرت ان شاء الله تكون عجبتكم، ما قعدت نقول لكم كان شهية طيبه.